السلام عليكم خوتي، اخوكم حميد توجور. موضوع تاع اليوم راح يكون موضوع صغير بزاف. رانا قدام كانكيوري تاعنا تاع الحومه من جمال، كتر خير على كل حال. ومن وراكم شوتو، ما حبش الشهره. بون، هذا الموضوع كيما هضرنا على الرمل تاع استعمال الرمل في قاع القفص واستعمال الرمل في الخلطه تاع الاطربه اللي وريتها لكم الخطره اللي فاتت وعطيتكم المقادير تاعها. اليوم الحل النهائي تاع الناس اللي ما تقدرش تروح للبحر تجيب رمل. يا خويا ما تقدرش تروح تجيب رمل، كاين رمل هو يجي لعندك. هاوليك هذا رمل تاع الصحراء، نورمالمون تاع الصحراء، رمل مذهب الله يبارك، شوفوه نقي دو بريفيرونس يكون ناشف، هو يجي ناشف على كل حال. هذا الرمل نقي كيما راكم تشوفوا، ما يكونش مشمخ، ما فيهش حاشاكم زبل تاع القطوط ولا كش حاجه ولا هذا. الكيس هذا فيه حوالي واحد 25 كيلوغرام، بلا هكذاك 25 كيلوغرام، يجي فيه اكياس هكذايا، والثمن تاعو واحد 170 دينار برك. هذا ما كان 7000 ماشي حاجه. سلام، تفضل خويا. دونك هذا يعوض الرمل تاع البحر، اشروه استعمله، انا نستعمله وخرج عليا بزاف. شرط يكون هكذا مذهب، ما يكون لا كحل كريلا والو، يكون هكا رمال ذهبيه هكايا وناشف، ناشف ومقي هذا. وبعد ما شرينا الكيس هذاك تاع الرمل من عند البائع كما وريت لكم، قلنا تذكير فقط، يكون رمل تاع الصحراء لونه ذهبي هكا، رمال ذهبيه، ما تكونش مشمخه، يعني ما دير هكا ماشي مبلل، يكون هكا ناشف ونظيفه، وتجي في هذه الاكياس، اكياس كيما هذه. بعدها كي نقوموا باحضاره الى المنزل، واش نديرو؟ نبداو نديرو عمليه الغربله، نغربلوه باش نفصلوا الحصى الكبير عن الحصى المطلوب او الصغير. هذايا نحيوه، هذه هي العمليه. وبعد الغربله، بعد ما الغربله، شوف صندوق كيما هذا خشبي، ديرلو ديرلو كيس ولا باش تحفظ فيه، باش تخبيه فيه وتغطيه ثاني. هذا ما كان فيما يخص الطريقه تاع فيما يخص الحصى هدايا، اللي يربي الدجاج ولا يربي الحمام ولا يقدر يستنفع منه، لانه يوالمهم صح ما يوالمش الحسون. فيما يخص وضعه، طريقه وضعه، وتقدر تبريباري به ثاني هذيك الخلطه تاع الاطربه كما وريت لكم، راهو مفيد جدا وعنده نفس الدور كيما رمل البحر، ما يختلفش عليه. كيما نايا واش ندير؟ نجيب هكايا قاعده القفص لو بارتير، عندي غربال هدايا صغير دوخر، ناخذ كميه باش ما تضيعش بزاف. ها شوف، ها هكذايا يكفي، ها هكذا هكذا الزوج تاعك ما يمرضش، والرمل هذا الناشف يمتص كاع الرطوبه كما ورينا وكما سابقا. تاكدوا باللي هاد الطريقه تاع لي يدير الرمل هكا كيما راني وصيتكم في قاع القفص، ما حش يمرضوا له طيور، وراح يبقى نظيف وسهل التنظيف ثاني. كي تجي ترمي تبدل تنقي هكذا، دير غير هكذايا، دير غير هكذايا وترمي هذاك الرمل اللي فيه البراز، والتنظيف تاع قاعده القفص هذا يجي سهل جدا. كما قلت، كما سبق ان قلت، نتمنى ان شاء الله الموضوع هذا يكون صغير ويكون فيه فائده كبيره دائما كالعاده. اخوكم حميد، والسلام عليكم.